ناخذ ابو محمد من الرياض، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مستانس على الشيخ. تفضل. تفضل. يا شيخ ما يحدث في المجتمع من فوبيا، فوبيا من العين يا شيخ، خوف كبير يعني ومنتشر بصورة كبيرة من العين. فالناس ما تسوي شيء بسبب العين، خائفة من العين. لماذا لا تفعل هذا الخوف من العين؟ فهل هذا الخوف وهذه الفوبيا الكبيرة جدا المنتشرة لها مبرر؟ شكرا يا محمد. وهل ذكرت تحصين تكفي الإنسان؟ ليس لها مبرر يا أخي. أقول ليس لها مبرر لهؤلاء. اسمع الإجابة يا أخي. العين حق، والإصابة بالعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبلغ الخوف إلى الوسواس وإلى الأوهام. على الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يتوكل على الله عز وجل، ولا يصيبه إلا ما كتب الله له. يتوكل على الله ويعتمد على الله ويمضي في الأمور. ما كان الرسول ولا أصحابه ولا السلف الصالح يتخوفون من العين تخوفا يحجزهم عن أعمالهم وعن العمل في خارج بيوتهم وعن البيع والشراء وعن طلب الرزق. ما كانوا يتخوفون تخوفا يحبسهم عن طلب الرزق وعن فعل الأسباب النافعة. نعم. الأذكار والتحصينات يا شيخ صالح، الورد في الصباح والمساء بالقرآن وبالأدعية المشروعة، هذا طيب، وهو يقي بإذن الله من العين ومن الشياطين ومن كل شر. نعم.